أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة سي بلس بلس. في هذه المحاضرة راح نبدأ أولى المحاضرات العملية اللي من خلالها راح نبدأ بكتابة الأكواد البرمجية الخاصة بلغة سي بلس بلس. طيب طبعا مثل ما نوهنا بالمحاضرة السابقة أنه راح نستخدم هذا الموقع، طبعا هذا الموقع اللي هو tutorials.com/compile-cpp-online.php. طبعا راح يتم إرفاق رابط هذا الموقع مع هذه المحاضرة. طيب عندما نفتح هذا الموقع راح نشاهد هذا الكود، راح يتم تكبيره قليلا حتى بس نفتهم فكرته. طيب هذا الكود هو بالتالي يتكون من مجموعة، أول مجموعة اللي هي المكتبة IOStream واللي هي طبعا تم استدعائها من خلال الدالة include. طبعا عندنا أيضا using namespace std، طبعا عندنا هذه السطرين، يعني هذا السطر الأول مع السطر الثاني ذني ثابتة. طبعا الـ IOStream هو لعمل بعض الأمور بالدوال، بعض الدوال، ومن ضمن هذه الدوال طبعا دالة السي أوت ما تشتغل إذا مو عندنا الـ IOStream. طبعا هذني لابد أنه يتم كتابتهن ثابتات. باختصار أنه هذا الشكل، هذا الجزء، يعني هذا الجزء اللي هو هذني المكتبتين طبعا ثابتات. عندنا هنا طبعا الدالة int main اللي هو فتح وإغلاق، طبعا هذه عبارة عن الحاضنة الخاصة لأكواد اللغة، يعني عبارة عن صندوق، وهذا الصندوق يتم بداخله وضع أكواد اللغة. طيب أما عندنا الرتين صفر، طبعا هذه الرتين صفر هي تعمل لتشغيل هذه الأكواد اللي بداخل هذا الصندوق أو بداخل الدالة ماين. طيب طبعا هذا النجاهزات، يعني ذني لابد أنه بكل كتابة كود ذني لابد يكون الموجودات، ذني يتم حفظهن جاهزات. احنا راح نجي نشتغل بداخل هذا القوسين، طبعا اعلى الريتيرن صفر، جيد بهذه المنطقة، ممتاز. وطبعا عندما نضيف اكواد برمجية بهذه المنطقة نضغط على الخيار execute اللي هو حتى يشوفنا نتائج الاكواد البرمجية. عندما اضغط هسه على execute انتظر شوية، طبعا حسب سرعة الانترنت راح يظهر لي انه فراغ. طبعا هذا النيل اللي هن الماين، هذه خاصة بالماين وخاصة بالمكتبة. طبعا هذني يعني هن فراغ، طبعا هذن السطرين هن نتائج لهذه الأكواد. طيب وهذن طبعا ثابتات، اللي راح نضيفه هنا هو اللي راح يظهر بهذه المنطقة. طيب لحد الآن احنا ما حكينا شيء مهم، كل هاي الأمور هي ثابتة تنحفظ وطبعا تنكتب كوبي بيست. من هذه اللحظة راح نبلش بشرح الأكواد البرمجية. طيب طبعا عندنا أول دالة وأول سطر برمجي هو سي أوت. دالة سي أوت تستخدم لطباعة النصوص، يعني عندما أريد أكتب نص بلغة السي بلس بلس راح أكتب النص من خلال الدالة سي أوت. الدالة سي أوت تتكون من هذه المكونات. أول مرة لابد أن نكتب سي أوت، طبعا سي أوت تنكتب كابيتال لتر أو سمول لتر ماكو مشكلة، ولكن الأفضل تنكتب سمول لتر. طيب بعد سي أوت فراغ، طبعا عندنا علامتين أصغر اللي هن القوسين البرمجيات هذني، طبعا ويكون اتجاههن إلى الخارج مثل ما قلنا. سي أوت طبعا هي أوت، وهنا الأكواد اتجاههن إلى الخارج، يعني مو اتجاههن إلى الداخل، اتجاههن إلى الخارج حتى نحفظهن. أيضا عندنا هنا الكوتيشن مارك، دبل كوتيشن مارك، بداخل الدبل كوتيشن مارك راح يتم كتابة الكود. وطبعا هنا عندنا هذا الجزء اللي هو السيمي كولوم اللي هي ختام أو خاتمة السطر البرمجي أو خاتمة الدالة. طيب راح ناخذ مثال، عندنا هنا مثلا كلمة بهاء، عندنا هنا سي أوت، وعندنا طبعا قوسين برمجيات اتجاههن الى الخارج، وطبعا عندنا دبل كوتيشن مارك، بداخل دبل كوتيشن مارك راح اكتب النص اللي انا اريده مثل ما تلاحظون مكتوب هنا بهاء. راح نطبق هذا المثال العملي، طبعا راح نجي نكتب سي اوت، سي او يو تي فراغ، وطبعا اكتب شيفت وحرف واو بالعربي، طبعا يعني اقصد الكيبورد عربي ولكن اللغه لابد انه تكون انجليزي، و اكتب لابد انه بهاء بداخل دبل كوتيشن مارك، يعني اضغط على شيفت وطاء واكتب بهاء، ولابد انه اختم بالفارزة المنقوطة. طيب نلاحظ، نجي على اكسكيوت،
نلاحظ انه راح يظهر عندي بها. مثل ما لاحظنا عندنا هذني سطرين، هنا هذني سطرين ثابتات ويا المكتبه ظهرين. طبعا الشغل الحقيقي اللي راح ينعرض هو اسفل الماين. طيب بها، طبعا لو اجينا كتبنا بها بدون كوتيشن مارك قبل بها بشكل مباشر وطبعا اكسكيوت، نلاحظ انه راح يعطيني ايرور. ولو كتبنا بها بداخل كوتيشن مارك ولكن بدون فارزه منقوطه راح يعطيني ايرور. لابد انه اكتب النص بفارزه منقوطه وطبعا بداخل كوتيشن مارك. هسه دا اجي هنا بها. الجميل بالموضوع انه هذا الموقع يدعم اللغه العربيه. عندما اجي اكتب هنا بها بالعربي، يعني راح اغير عربي وطبعا اكتب عالم بها الاحترافي. جميل بالموضوع عندما اضغط على اكسكيوت راح يقبل اللغه العربيه. ممتاز جدا. طيب الان راح اكتب نص باللغه الانجليزيه. طيب راح نعيد see out ut، وطبعا قلنا ضروري انه نكتب قوسين برمجيات اللي هو شيفت واو، ومن ثم كوتيشن مارك، وراح اكتب بها وورد. جيد، واجي الى اكسكيوت. مثل ما نلاحظ عندنا هنا بها وورد. طيب راح انزل بالاسفل، ايضا راح اطبق الداله سي اوت سي او يو تي، وطبعا عندنا قوسين برمجيات، وراح اكتب مثلا ايراك. طبعا ما انسى السيمي كولوم او الفارزه المنقوطه. عندما اجي اضغط على اكسكيوت راح الاحظ انه بهاء وورد وايراك تم دمجهن بنفس السطر. طيب اني كتبت هنا بهاء وورد بسطر وطبعا ايراك كتبته بسطر اخر. طيب ليش البرنامج دمج لياهن؟ السبب هو انه لغه سي بلس بلس ما تعترف بالانتر، يعني عندما اجي اضغط هنا انتر مليون مره وراح اجي على اكسكيوت ما راح تعترف بالانتر. طيب شلون اذا اريد اني انزل شلون اخليها تعترف لي بالانتر؟ من خلال امر اضيفه هنا بالنهايه، طبعا قبل السيمي كولم وبعد الكوتيشن مارك، اضغط فراغ واضيف قوسين برمجيات جديده واكتب end line E-N-D-L، رمزها end line، رمز ال L اللي هو يرمز لي اللاين. بهذه اللحظة هذا الجزء اللي ضفته اللي هو القوسين البرمجيات والend line هذه بمثابة enter. طبعا راح اجبر البرنامج انه ينزل لي سطر جديد من خلال هذا الكود اللي ضفته للجملة see out. عندما اجي على execute راح الاحظ انه بها word بسطر وإراك بسطر اخر. طبعا مثل ما وعدنا الأخوة والأخوات المتدربين اللي يرغبون البرمجة على الموبايل واللي أيضا ما عندهم حاسوب بإمكانهم تطبيق هذه الدورة على الموبايل. وطبعا نصبنا هذا البرنامج اللي هو CXX Droid. طبعا بعد ما نفتحه لابد أنه نضيف المكتبتين، المكتبة اللي هي IOStream. طبعا نجي نخلي المؤشر بالبداية وطبعا ننزل سطر جديد، وطبعا نجي هنا نكتب Include. طبعا ضروري نكتب انكلود، وقبل انكلود ضروري جدا يكون نكتب هاشتاج. ضروري نكتب هاشتاج انكلود، ومن ثم طبعا قوس برمجي. طبعا عندنا هنا هذا الجزء راح نحركه، عندنا هذا هو القوس البرمجي، وطبعا اعتقد هنا اكو خلل عندنا باللغه، راح نكتب قوس برمجي بالعكس، وطبعا راح نكتب IOStream، وطبعا قوس برمجي للنهايه. جيد، الان راح انزل الى الاسفل وراح اكتب يوزنج، طبعا يوزنج اي ان جي، وطبعا راح اكتب نيم سبيس، ومن ثم اس تي دي وفارزه منقوطه. طيب الفارزه المنقوطه وين القاها؟ طبعا هذا الشريط اللي بالمنتصف راح اسحبه بحيث يكون بالبداية واضيف الفارزة المنقوطة، او اقدر هنا بالكيبورد اضيف هذه هي الفارزة المنقوطة. طيب هنا راح اجرب وراح اكتب see out، وطبعا راح اضيف قوسين برمجيات مثل ما تعلمنا انه بالمقلوب يكون الاقواس البرمجيات، وطبعا راح اكتب quotation mark، ومن ثم راح اكتب بها word مثلا.
وطبعا لا أنسى بالأخير الفارزة المنقوطة. طبعا فقط قبل ما نشاهد الكود عندنا هنا طبعا السطر الثاني نم سبيس اكو عندنا فراغ، ضروري جدا ان تكون ملتصقة مع بعض. طيب عندما يطلع لهذا اللون اللي هو الوردي اي ان الدالة صحيحة 100%. اجي اضغط على علامة التشغيل حتى اشاهد العمل، راح الاحظ انه راح يظهر لي بهاء وورد هنا بالاعلى، ودليل على انه العمل صحيح 100%. اجي اضغط على هذا السهم اللي بالاعلى واكمل، بامكاني اكتب دالة اخرى ايضا سي اوت، وطبعا قوسين برمجيات وطبعا ينكتبن بالعكس، وطبعا اكتب مثلا ماي نيم بهاء ان عراق. طبعا لا انسى الكوتيشن مارك يكون بالنهاية، وطبعا كوتيشن مارك يكون بالبداية ضروري جدا، والفارزة المنقوطة لابد انه اخليها. طيب مثل ما نوهنا انه حتى يعني ينزل سطر عدي لابد انه اضيف اقواس برمجية واكتب end line ومن ثم فارزة منقوطة. طيب الان ممتاز جدا. طيب الان راح اجي على تشغيل، راح اشاهد بهاء وورد my name is بهاء in Iraq. العملية سهلة جدا وبسيطة وممتعة، وبإمكاننا نستخدم الموبايل لتطبيق هذه الدورة. واجب هذه المحاضرة هو كتابة الاسم الثلاثي باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية الخيار لكم. مثلا أنا راح أكتب طبعا see out وطبعا quotation mark بهذه الطريقة، وراح أكتب طبعا ضروري جدا الأقواس البرمجية، وراح اكتب اسمي مثلا بهاء عبد الستار جبار. طبعا راح اكتب باللغة العربية بهاء عبد الستار جبار. طيب وطبعا يتم عمل اكسكيوت بهذه الطريقة، وطبعا يتم ارسال صورة للشاشة سواء بالموبايل او سكرين للكمبيوتر او الموبايل، ونشر هذه الصورة في جروب عالم بهاء الاحترافي على التليجرام، وطبعا راح يتم ارفاق معرف الجروب بهذه المحاضرة. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.